أهلا بكم مشاهدينا، وهذه التغطية من القاهرة الإخبارية لتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وكذلك مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، إضافة إلى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام وردود الأفعال على الاتفاق الاستراتيجي بين موسكو وبيونغيانغ، والبداية مع تطورات في قطاع غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب نحو 15 آخرين جراء قصف منزل سكني غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي المناطق الشمالية من المخيم انتشرت آليات الاحتلال تزامنا مع قصف مدفعي عنيف وقذائف دخانية، كما أطلقت زوارق الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه شواطئ النصيرات والزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى. أعلن مسؤولون أمريكيون أنه من المتوقع استئناف عمل الرئيس الرصيف العائم في غزة اليوم الخميس لتفريغ مساعدات إنسانية. وأعلن المسؤولون أن الرصيف أعيد ربطه بالشاطئ أمس الأربعاء بعد فصله مؤقتا يوم الجمعة الماضي بسبب سوء الأحوال في البحر. هاجم مستوطنون قافلة مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى قطاع غزة، وقطع المستوطنون الطريق أمام شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية في مستوطنة تل عراد بالنقب جنوبي الأراضي المحتلة أثناء توجهها إلى القطاع. ولآخر الأخبار والتطورات ينضم إلينا من خان يونس مراسلنا من هناك يوسف أبو كويك، أهلا بك مرة أخرى يوسف. إذن يعني ما زال هناك استهدافات إسرائيلية والميدان ما زال يشتعل، يعني أفدنا بآخر الأخبار والتفاصيل. نعم منى، آخر الغارات الإسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين عند التنمية الاجتماعية في مدينة دير البلح، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين، وقد جرى نقلهم جميعا إلى مشفى شهداء الأقصى بالمدينة. كذلك دوت عدة انفجارات في أقصى مدينة دير البلح ناجمة عن قصف مدفعي طال المناطق الحدودية، إضافة أيضا إلى أن الآليات الإسرائيلية أطلقت عددا من قذائفها صوب المناطق الشمالية الغربية من مخيم النصيرات وتحديدا عند مدينة الأسرى. في مدينة رفح قبل قليل دوى صوت انفجار في المناطق الغربية ناجم عن قيام الاحتلال بتدمير مربع سكني في منطقة حي السعودي، وهي المناطق التي تقوم آليات الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أيام بتدمير مساحات واسعة منها، سواء من خلال الغارات التي تشنها الطائرات الحربية أو القذائف المدفعية التي تطلقها آليات الاحتلال المتمركزة عند الأطراف الجنوبية من حيي السعودي وتل السلطان، إضافة إلى الآليات المنتشرة على طول محور صلاح الدين، إلى جانب أن ما تعرف بوحدة الهندسة التابعة لجيش الاحتلال تقوم بتفجير بعض المنازل من خلال زرع عبوات ناسفة وتدميرها تحت السيطرة. في وسط مدينة رفح وتحديدا مخيم الشبورة أيضا قبل قليل أطلقت عدد من القذائف من قبل المدفعية الإسرائيلية المتمركزة عند الأطراف الجنوبية من مدينة رفح. هذه ربما هي أبرز التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة. بقي أيضا أن نشير إلى أن الاحتلال أطلق سراح 33 أسيرا من المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، ثلاثة منهم وصلوا إلى مشفى شهداء الأقصى، بينما حاول الآخرون الوصول إلى منازلهم أو أقرباء لهم في المنطقة الوسطى. أحد هؤلاء الأسرى الثلاثة واضح أنه يعاني من انهيار نفسي جراء التعذيب الذي تعرض له خلال فترة الاحتجاز لدى الاحتلال الإسرائيلي.
نعم، يعني يوسف، فيما يتعلق بالخدمات الطبية التي تقدم لأهالي قطاع غزة، نعلم بأن معظم المستشفيات، غالبية العظمى للمستشفيات على الأصح، خرجت عن الخدمة، مستشفيات قليلة تقدم أقل القليل من يعني القدرات لاستقبال ربما المرضى. هذا بشكل عام في مختلف محافظات قطاع غزة، لكن خصص لنا أيضا الأوضاع في الشمال كونها منطقة مغلقة منذ بداية هذه الحرب وحتى الآن. ما هو الوضع الصحي؟ كيف تعمل المستشفيات؟ ما المستشفيات العاملة؟ وما أبرز ما يتعلق بهذا الملف؟ يعني فيما يتعلق بالمشافي في مختلف قطاع غزة، يمكن أن نقول إن واقع القطاع الصحي هو واقع كارثي، وتعاني وزارة الصحة من انهيار شبه تام منذ بدء العدوان الإسرائيلي. لكن إذا ما أردنا أن نتحدث عن شمال قطاع غزة، عن محافظة الشمال ومدينة غزة، نشير إلى أن معظم المشافي هناك دمرت أو تعرضت إلى ضرر بليغ جراء العمليات البرية الإسرائيلية. في شمال القطاع أعيد تأهيل مشفى كمال عدوان بشكل جزئي. عيادة منطقة الشيخ رضوان تستقبل الجرحى، تقدم لهم ربما الإسعافات الأولية قبل أن ينقلوا إلى المشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة. لكن أيضا لابد من الإشارة هنا إلى أنه في الأيام الأخيرة ثمة من يسعى إلى إعادة تأهيل مشافي أخرى في مدينة غزة. في بعض الصور التي نقلت من مدينة غزة تظهر أن هناك محاولات جادة لإعادة ترميم مشفى أصدقاء المريض في حي الرمال، وبالفعل بدأت هناك خطوات جادة لإعادة تأهيل هذه المشفى، إضافة إلى قسم العيادات الخارجية في مستشفى دار الشفاء، وكذلك مشفى غسيل أو قسم غسيل الكلى في مشفى الشفاء. هناك محاولات من خلال مؤسسات دولية لإعادة تأهيل هذه الأقسام، على اعتبار أن القسم الرئيسي في مستشفى دار الشفاء، سواء المتعلق بقسم الاستقبال والطوارئ وهو المبنى الأقدم والأضخم في الشفاء، هذا دمر وخرج عن الخدمة. أيضا قسم الجراحات التخصصية جرى قصفه من قبل الطائرات الحربية من طراز F-16، وفيه دمار واسع وأخرج تماما عن الخدمة ولم يعد صالح حتى للترميم. لذلك ما تبقى في مستشفى الشفاء هي قسم غسيل الكلى ومنطقة العيادات الخارجية، وتعيد مؤسسات دولية ترميم ما يمكن ترميمه في هذه الأقسام ليستقبل المرضى والجرحى ربما في قادم الأيام. أيضا نشير منى إلى أن مشفى ناصر الذي نتواجد فيه كبقية المشافي يعلن دائما عن حاجته الماسة إلى وحدات الدم، لذلك هناك عدة ربما بيانات صادرة عن المشافي بضرورة أن يتوجه الناس إلى هذه المشافي للتبرع بالدم لحاجتها لهذه الوحدات من الدم، نظرا لأن هناك ضغط مستمر على هذه المشافي والوصول الدائم من قبل الأطراف، سواء الجنوبية لقطاع غزة وأتحدث هنا عن مدينة رفح وغربها، والجرحى الذين ينقلون إلى المشافي هم بحاجة إلى دم ولا يتواجد ولا تتوفر كميات كافية لهؤلاء الجرحى لتقدم لهم الخدمات والخدمات العلاجية المختلفة. نعم، يعني هناك أيضا يوسف ربما تقارير كثيرة تتحدث عن يعني انتشار أمراض، عن سوء المياه، عدم وجود مياه نظيفة، ربما واقع النازحين هو واقع شديد الصعوبة في ظل التواجد داخل خيام شديدة الحرارة مع ارتفاع درجات الحرارة، لا يوجد أي مصدر من مصادر الكهرباء وما إلى ذلك. يعني صف لنا ما يعيشه النازحون. يعني ربما جوانب وزوايا كثيرة يمكن أن نسلط عليها الضوء عند الحديث عن واقع النزوح. أولها واقع الخيمة بشكل عام، هي خيام مهترئة معظمها من البلاستيك، الأكياس البلاستيكية، وبعض الخيام التي وصلت من خلال المتبرعين. الأهم أن درجات الحرارة مرتفعة جدا داخل هذه الخيام، وفي النهار لا يمكن لأحد أن يجلس بداخلها، لذلك يحاول البعض أن يستظل بظل الخيمة بجوارها على مقربة من هذه الخيمة، لكن في داخلها لا يوجد أحد في ساعات الظهيرة، لأنه لا يوجد أيضا تيار كهربائي يمكن تشغيل المراوح بداخلها. هذا فيما يتعلق بدرجات الحرارة. الحشرات التي انتشرت بشكل كبير، البعوض وغيرها، التي تحرم كثير من النازحين حتى النوم في ساعات الليل. التلوث الناجم عن أكثر من 30 ألف طن
من النفايات المنتشرة حول معسكرات ومخيمات النزوح في المناطق الغربية من خان يونس ومناطق أيضا مدينة غزة والمحافظة الوسطى. إضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن قرابة 39 مليون طن من الركام في قطاع غزة، هذه كلها أسفل منها أكثر من 10,000 جثة تحللت في الأشهر الأخيرة، ولم يستطع الدفاع المدني بأدواته المتواضعة أن ينتشل هذه الجثامين. لذلك الكوليرا باتت تهدد النازحين، الوباء الكبدي انتشر بين النازحين، نتحدث عن أكثر من 3500 طفل يتهددهم الموت بفعل النقص الحاد في التغذية جراء نقص الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأطفال. لذلك واقع النزوح المتعلق بتوفير المياه، سواء المياه الصالحة للشرب أو الاستخدام اليومي، نحن نتحدث عن مياه أثبتت كل التجارب التي أجريت مؤخرا أنها تحتوي على نسب عالية جدا من الملوثات الكيميائية والبيولوجية وغيرها، لأنها لا تدخل ربما مراحل التعقيم ولتكون صالحة لأن يتناولها الأطفال. وليس بمقدور النازحين أن يبتاعوا المياه المعقمة التي تصل أحياناً من خلال معبر كرم أبو سالم. لذلك نعم، هو واقع إنساني كارثي يعيشه النازح في كل مخيمات ومناطق النزوح في قطاع غزة. أود أن أشكرك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من خان يونس مراسلنا من هناك يوسف أبو كويك. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أنه على مدار الأشهر الثمانية الماضية في قطاع غزة تم تدمير أو تضرر ما يقرب من 67% من المرافق التابعة للمياه والصحة أو الخاصة بالمياه والصحة والصرف الصحي والبنية التحتية. وحذرت الوكالة من تدهور صحة المواطنين في جميع أنحاء قطاع غزة جراء استمرار انتشار الأمراض المعدية وارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن نقص عوامل النظافة والجفاف. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. إذن يعني ما زلنا نتابع كل هذه التقارير حول سوء الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، وأنتم تتابعون عن كثب ومن خلال طواقمكم كل ما يجري على الأرض، كيف نصف ما يحدث وإلى أي مرحلة وصل الوضع الإنساني بالسوء في مناطق قطاع غزة المختلفة؟ تفضل. يعني الوضع الإنساني كارثي كما نوصف، لأن بالإضافة إلى هذه البنى التحتية وشبكات المياه، إسرائيل كانت تعمد منذ بداية هذه الإبادة الجماعية على تدمير حتى آبار المياه التي يعني توفر لسكان قطاع غزة من الفلسطينيين وصولا للمياه النظيفة أو القابلة للشرب، وبالتالي حتى هذه الآبار دمرتها إسرائيل بالإضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحي، وهو ما يعرض الفلسطينيين في داخل القطاع للعديد من الأمراض، حتى لأن نقص المياه يؤدي إلى المزيد من انتشار للأمراض ويخفف من قدرة الفلسطينيين على تنظيف ومعالجة كافة أنواع يعني الميكروبات وما إلى هنالك، وبالتالي هذا يصب كما نراه يعني طبعا يصب في خانة واحدة التي نحن نتحدث عنها منذ 27، وهي نية القيادة السياسية والعسكرية وحتى الجنود المشاة في إسرائيل بإبادة الفلسطينيين المتواجدين في قطاع غزة. نعم. طب يعني في ظل هذه الأوضاع والجميع يتابع بأنه يعني أكثر من ثمانية أشهر، تسع أشهر على الأصح، أكثر من تسع أشهر من هذه الحرب المستمرة مع يعني عدم وجود تدخلات جدية لمحاولة وضع الحلول، مساعدات تدخل بالقطارة على قطاع غزة وواقع معيشي شديد الصعوبة. يعني من الذي يجب أن يتحرك؟ كيف يجب أن يتم الخروج من هذه الأزمة؟
أستاذ محمد، ما يعني الجهات التي أو من الجهات التي يجب أن تقدم خدمات عاجلة على الأقل ربما لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الوضع الكارثي؟ الخدمات العاجلة والمساعدات الإنسانية هي جاهزة للدخول، يعني حتى تسد حاجة كبيرة إن لم تكن تسد كافة حاجيات الفلسطينيين في القطاع غزة. ولكن للرد على الجزء الأول من السؤال، وهو من الذي يجب أن يتحرك؟ الذي يجب أن يتحرك هو أو هي الدول التي تقدم دعما عسكريا وماليا وعسكريا مطلقا لإسرائيل، لأن هذا الدعم هو الذي يمكن إسرائيل من الاستمرار في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. من دون وقف هذه الإبادة ووقف هذا الدعم المطلق لإسرائيل، لن نستطيع أن نصل إلى وقف إطلاق النار، وإذا لم نصل إلى وقف لإطلاق النار لن نستطيع وفتح المعابر البرية طبعا، لن نستطيع إدخال كافة هذه المساعدات والحاجيات إلى قطاع غزة. نعم، طب يعني حتى الآن يعني الجميع يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك حل سياسي قريب، ولكن لا يوجد ما يلوح بالأفق حتى الآن. مع كل هذا التدهور، مع كل هذه المحاولات، ربما إسرائيل ما زالت تتعنت بآرائها وتستمر هذه الحرب إلى ما لا نهاية، ما الذي يجب أن يفعله أهالي القطاع؟ يعني بمعنى أنه هم أمام أمر واقع يجب أن يتعاملون معهم، ضحايا لهذه الحرب وضحايا لكل هذا الصمت ربما وعدم القدرة على التدخل لإيقافها. يعني ما الذي من الممكن أن يفعله المواطن في قطاع غزة كي يعني يتأقلم، يخرج بأقل الخسائر أيضا وإن كانت يعني الأمور شديدة الصعوبة كما نعلم؟ يعني ليس هنالك من شيء يمكن فعله من قبل الفلسطينيين، يجب وقف الحرب، هذا المطلوب. يعني ليس هنالك من شيء يمكن فعله من قبل المواطن العادي، يجب وقف الحرب وتمكين هؤلاء المواطنين المنهكين منذ 9 أشهر بإبادة جماعية وقتل ودمار واستهداف عشوائي لكافة الفلسطينيين في القطاع. دون هذا الوقف إطلاق النار، نحن نتحدث عن كارثة إنسانية أكبر من التي هي من التي تحدث الآن في قطاع غزة. نعم. ويعني سوف نشهد يعني أعتقد أننا سوف نشهد أثارا سلبية جدا على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والآليات الدولية لهذه المساعدات نتيجة عدم القدرة على تحقيق أي شيء يذكر لصالح الفلسطينيين أو المدنيين في قطاع غزة. وهذا أمر شديد الأهمية أستاذ محمد، يعني هناك تقارير تصدر، هناك محاولات لعقد جلسات مختلفة، إصدار قرارات، لكن كل هذه لم يعني تغير من الواقع شيء. وبالتالي هل نحن أمام ربما مرحلة يتم إعادة تقييم دور هذه المؤسسات الدولية وفعالية القوانين الدولية التي تضع لحماية المدنيين؟ هنا لابد من الإشارة أن التقارير لها أهمية هنا، بأنها توثق ما يحدث كي لا ننسى، وعندما تنتهي الحرب لا يكون لدينا أي أدلة على ما قامت به إسرائيل. تقارير وتوثيق كل ما يحدث مهم جداً، وهو الخطوة الأولى في مساءلة ومحاسبة إسرائيل. الإشكالية هي أن الجهات المعنية التي تمتلك يعني الصلاحيات التنفيذية التي يمكن لها أن توقف إسرائيل عن ما تقوم به لا تتحرك بشكل جدي أو بشكل يتناسب مع ما يحدث في قطاع غزة. وأول هذه الجهات هي المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام في هذه المحكمة. يعني طلبات الادعاء التي تقدم بها منذ حوالي الشهر لم يتم البت فيها بعد هذه أولا، وهي غير كافية ولا تتحدث عن كافة الجرائم التي تقوم بها إسرائيل. وأتت بعد 8 أشهر من الإبادة الجماعية اليومية للفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي ما الذي تقوله هذه المحكمة لإسرائيل؟ أنه يمكنك الانتهاء من الإبادة الجماعية التي تقومين بها، وبعد ذلك نرى ماذا سنفعل يعني في موضوع المساءلة والمحاسبة، علما أن هنالك الكثير من الضغوط على المحكمة كقضاة، بعيدا أيضا عن المدعي العام بشخصها أيضا، ومن إسرائيل ومن
المجتمع المدني، المجتمع الدولي الشريك لإسرائيل في هذه الإبادة. نعم، أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت الأستاذ محمد مغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الدفاع يوآف جالانت سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وكان البنتاغون قد دعا جالانت لعقد محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول التطورات الأمنية المتواصلة في الشرق الأوسط بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة. هذا وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيستقبل غدا الجمعة نظيره الإسرائيلي تساحي هانكبي في واشنطن. يأتي هذا وسط خلاف بين واشنطن وتل أبيب إثر تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول حجب الولايات المتحدة شحنة أسلحة. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن سوليفان سيبحث مع هانكبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديمير عدة قضايا بينها توترات مع حزب الله اللبناني والحرب على غزة والمخاوف الأمريكية بشأن تأثر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بسبب استمرار حجب الأموال التابعة أو الخاصة بالضرائب. أكد القنصل الإسرائيلي السابق في لوس أنجلوس بيكي ديان وجود انعدام تام للثقة بين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نتيجة للانحياز الأخير لفوز المرشح الرئاسي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بحسب قوله. ويأتي ذلك تعليقا على مقطع الفيديو الذي تحدث خلاله نتنياهو عن تعمد تأخير الولايات المتحدة لشحنة الأسلحة إلى تل أبيب مؤخرا، كما طالب ديان رئيس الحكومة بعدم الانحياز لأي من الطرفين المتنافسين على الانتخابات في أمريكا. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وافق على إقامة هيئة وزارية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وبحسب وسائل الإعلام فقد اقترح نتنياهو ضم الوزير اليميني المتطرف مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين الخامات أو ينظم تعيين الخامات حاخامات في السلطة المحلية. وكان بن غفير قد طالب مرارا بضمه إلى الحكومة الحرب التي حلها نتنياهو مؤخرا، مؤكدا رغبته في أن يكون من بين أولئك الذين يقودون عملية صنع القرار في الحرب على قطاع غزة. أغلق متظاهرون إسرائيليون محور أيلون في مدينة تل أبيب ورفعوا شعارات تطالب بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين، كما دعا المتظاهرون إلى إسقاط حكومة نتنياهو نظرا لفشله في التعامل مع ملف المحتجزين وعدم إحراز أي تقدم في الحرب على قطاع غزة. تشهد الساحة السياسية في إسرائيل تراشقا كبيرا يؤكد المراقبون أنه تجاوز كل الأعراف. هذا التراشق عكس بشكل كبير حجم الخلافات بين ساسة إسرائيل وقادتها العسكريين، ما يعرف أو يعوق اتخاذ قرار بشأن الحرب على غزة. تواصل الحرب على قطاع غزة كشف عورات الداخل الإسرائيلي. جديد الأحداث كان في ذلك التراشق الكبير بين ساسة إسرائيل الذي تجاوز كل الأعراف السياسية والإنسانية، وباتت وسائل الإعلام ومنصات التواصل مجالاً مفتوحاً تفضح فيها الأطراف الإسرائيلية بعضها. وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لا يمل انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي رفض مشاركته في مجلس الحرب المنحل، مبرراً ذلك بأن بن غفير يفشي أسرار الدولة وأنه لا يخفي ما يجب إصراره من أحاديث جانبية بين القادة الإسرائيليين.
بن غفير رد كعادته على رئيسه في الحكومة بالقول إن من يتحدث عن إفشاء الأسرار يجب أن يراجع نفسه، وهو من كان يسرب اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الذي يطلق عليه الكابينت الأمني. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دخل على خط هذا التراشق وقال إنه يتفق مع بن غفير فيما قاله عن نتنياهو، ويتفق مع الأخير فيما قاله عن الأول. بيني غانتس رئيس حزب معسكر الدولة عضو مجلس الحرب المنحل لم يترك نصيبه من هذا السجال وأدلى بدلوه، مؤكداً أن من يفشي أسرار الدولة يجب ألا توكل إليه مسؤولية الأمن الإسرائيلي وقيادة الشرطة. تطورات الداخل الإسرائيلي تؤكد حجم الخلافات الكبيرة بين ساستها وقادتها العسكريين، ما يعوق اتخاذ قرار مصيري بشأن الحرب على غزة، والتي بات من المؤكد بحسب مراقبين أنها تجري لأغراض شخصية ومكاسب سياسية، حتى لو كان ذلك على حساب دماء جنود جيش الاحتلال أو حياة المحتجزين في قطاع غزة. اتهم الوزير المستقيل من حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمساس بمصالح إسرائيل الاستراتيجية وعلاقتها مع واشنطن لاعتبارات سياسية. من جهته طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي من وصفهم بشركاء التحالف بضبط النفس، موجها رسالة لهم بأن الوقت الذي تمر به إسرائيل ليس وقت السياسات التافهة حسب وصفه. المزيد في سياق العرض الآتي والزميل أحمد عيد. يزداد الصدع اتساعا داخل الحكومة الإسرائيلية يوما بعد يوم على خلفية فشلها في تحقيق أي نجاحات عسكرية حقيقية في قطاع غزة، صدع أدى إلى مطالبة أعضاء داخل حكومة الاحتلال وشخصيات سياسية بارزة في إسرائيل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بضرورة الرحيل حتى تتوقف الخسائر الإسرائيلية، سواء كانت عسكرية في قطاع غزة أو سياسية مع الحلفاء. أحدث مراحل الصدع التي تشهدها الحكومة الإسرائيلية تمثلت في الاتهام الذي وجهه بيني غانتس رئيس حزب معسكر الدولة عضو مجلس الحرب المنحل إلى نتنياهو بأنه تسبب في الإضرار بالمصالح الاستراتيجية الإسرائيلية مع الولايات المتحدة، بعد أن نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطع فيديو يزعم أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل. غانتس اتهم نتنياهو أيضا بأنه يخلق أزمات وهمية لتحقيق مكاسب شخصية خوفا من المساءلة عن أحداث 7 أكتوبر، مطالبا بضرورة رحيله عن الحكومة حتى تتوقف الخسائر الإسرائيلية، سواء كانت في قطاع غزة أو في علاقة إسرائيل مع حلفائها الاستراتيجيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة. من جهته طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي من وصفهم بشركاء التحالف بإعادة ضبط النفس، موجها رسالة لهم بأن الوقت الذي تمر به إسرائيل ليس وقت السياسات التافهة، في إشارة منه لتصريحات بيني غانتس. ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيني غانتس الخطر الحقيقي الذي يهدد وجوده في منصبه، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الأخير مطلع مارس الماضي إلى الولايات المتحدة دون التنسيق معه، وهو ما اعتبره نتنياهو عرضا من جانب غانتس لتقديم نفسه لواشنطن كبديل في رئاسة حكومة تل أبيب. وتثير المواجهة العلنية بين نتنياهو وبيني غانتس مزيدا من التساؤلات حول التنافس السياسي بينهما، ومن سيكون قادرا على إقصاء الآخر من المشهد، خاصة في ضوء الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة داخل حكومة إسرائيل على خلفية فشل العدوان العسكري على قطاع غزة. إذن نحن أمام صراع متصل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمعارض البارز بيني غانتس، فالأول يريد تحقيق أي نجاحات في غزة خوفا من المساءلة، والآخر يريد أن يقدم نفسه للداخل والحلفاء بأنه الحل الأمثل بعد فشل العدوان الإسرائيلي على غزة في تحقيق أهدافه رغم مرور أكثر من 8 أشهر من الحرب.
إذن للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. أهلا بك دانا. إذن يعني مع هذه التناقضات، مع هذه الاختلافات بين غانتس ونتنياهو والتصريحات ربما التي يدلى بها من قبل الطرفين وحلفائهم، يعني ما أبرز ما تدور حوله هذه الخلافات دانا؟ نعم منى، هنالك العديد من الخلافات التي تثار وتنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية، بداية بين نتنياهو وأعضاء الليكود ذاته من خلال قانون تعيين الحاخامات في السلطات المحلية. وهنالك البعض من أحزاب وأعضاء في حزب الليكود كانوا قد قالوا بأنهم لن يمرروا هذا القانون، هذا يعني بأن نتنياهو سيخسر شرعيته لربما في داخل حزبه، والحديث عن عدم قدرته على تمرير مثل هكذا قوانين. لذلك قد يلجأ بنيامين نتنياهو إلى ضمان وتمرير هذا المشروع بعد ضم إتمار بن غفير، أو ضمان أن يكون إتمار بن غفير واليمين المتطرف إلى صفه. ولهذا نقلت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن هذه المرة نقلا عن وسائل إعلام عربية ولا تأكيدات إسرائيلية حتى اللحظة، بأن بنيامين نتنياهو قد يوافق على ضم إتمار بن غفير إلى تشكيلة المجلس الوزاري المصغر الجديد، وأعني بذلك المنظمة التي ستكون بديلة عن كابينيت الحرب الذي حله بنيامين نتنياهو. ولكن التلاسن الذي كان قد حصل أمس بين إتمار بن غفير وبين نتنياهو قد نستبعد من خلاله أن يكون هنالك بالفعل ضم لإتمار بن غفير لهذه الحكومة. نتنياهو يتهم بن غفير بأنه هو من يسرب المعلومات والقرارات من داخل الاجتماعات إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية وإلى الشارع الإسرائيلي، وطالب بوضع جهاز للكشف الكذب. أما إتمار بن غفير فقال بأنه يجب أن يخضع جميع أعضاء الحكومة إلى كشف الكذب وبما فيهم بنيامين نتنياهو. كذلك الحال، هذا الخلاف يتعمق إذا ما كان بالفعل هنالك ضم لإتمار بن غفير لمجلس كابينيت الحرب، وهذا ما لا تريد الإدارة الأمريكية على الرغم من قولها بأن هذا شؤون داخلية، ولكن وجود إتمار بن غفير في هذه الحكومة يعني المزيد من التطرف واليمينية، يعني استمرار الحرب وعدم الوصول إلى صفقة وتصعيد الأوضاع في الحدود الشمالية مع جنوب لبنان، وهذا ما لا تريده الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل التوتر في العلاقات وفتور العلاقات بين الإدارة الأمريكية وبين بنيامين نتنياهو، وخاصة بعد مقطع الفيديو الأخير الذي نشره بنيامين نتنياهو من خلال مكتبه يتهم فيها الإدارة الأمريكية في تأخير الأسلحة والذخائر التي تصل إلى إسرائيل. هذا ما أثار غضب مجموعة من النواب في داخل الكونغرس الأمريكي، حتى ذهب فيهم الحال للقول أنه لربما مثل هكذا تصريحات، مثل هكذا اتهامات في الوقت الذي أمريكا تواصل دعمها العسكري والاستراتيجي والدبلوماسي إلى إسرائيل، لربما هذا قد يؤخر أو يمنع أو يلغي الخطاب المنتظر لبنيامين نتنياهو في داخل الكونغرس أمام مجلسيه النواب والشيوخ، أو في أحسن الأحوال قد يقاطع النواب هذه الجلسة، وهذا يعمق هذه الأزمة المتأصلة أصلا بين إدارة بايدن وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما علق عليه أصلا غانتس ولبيد بأن مثل هكذا تصريحات قد تسيء العلاقات والوضع الاستراتيجي ما بين الحلفاء، ويقصدون بذلك أمريكا وإسرائيل. أما كل هذه الضغوط أيضا تمارس أي من أين، وانعدام الثقة يمارس من الشارع الإسرائيلي. صبيحة هذا اليوم مجموعة من النشطاء من النساء تحديدا الناشطات قاموا بإغلاق شارع أيلون في تل أبيب للمطالبة والضغط في صفقة التبادل. وول ستريت جورنال كانت قد قالت بأن أعداد الأحياء من المحتجزين في غزة قد يصل إلى 50 محتجز. لذلك كان هنالك بيان الآن قبل قليل صدر من عوائل المحتجزين يقولون بأنه يجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ زمام مبادرة الأمور والموافقة على هذه الصفقة وتمرير هذه الصفقة، لأنه لا فرق بين إخراج الأحياء والأموات، ويجب أن يتم إخراج جميع المحتجزين. ولربما هذا يفسر أيضا منى بأن مزيد من الضغط الإسرائيلي سيمارس على الحكومة الإسرائيلية، والتي سيجد نتنياهو نفسه أمام أمرين أحلاهما مر، إما الانصياع لليمين المتطرف إتمار بن غفير وسموتش والاستمرار والمضي قدما صفقة التبادل، وإما الانصياع لما يمليها الشارع الإسرائيلي المتمثل إتمام هذه الصفقة. نعم دانا، أود أن أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من القدس المحتلة مراسلتنا من هناك دانا أبو شمسية.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن استطلاع للرأي أن ثلث الإسرائيليين يعتقدون أن أهداف الحرب على غزة لن تتحقق إلا بدرجات قليلة. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن 67% من الإسرائيليين يعتقدون أن الجيش قادر على الانتصار على حزب الله في حال اندلاع حرب بين الجانبين. والآن إلى تطورات الأوضاع في لبنان. أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوكستن إلى أن محاولات التوصل إلى اتفاق تهدئة في الشمال بين لبنان وإسرائيل باءت بالفشل. وفي غضون ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الخلاف الجديد بين نتنياهو وإدارة بايدن يعيق الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن الحزب لا يسعى للدخول في حرب شاملة مع إسرائيل. وأوضح نصر الله أن الجبهة اللبنانية تواصل إلحاق الخسائر المادية والمعنوية بجيش الاحتلال. وأشار نصر الله إلى أن تل أبيب تعمل على إخفاء الخسائر التي يتعرض لها الجيش الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد أكرم سريوي الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك إذن أستاذ أكرم. يعني نحن الآن أمام ربما سيناريوهات شديدة الخطورة، وإن كانت التصريحات شديدة الوضوح، لكن على ما يبدو بأن الميدان قد يكون له كلمة أخرى. كيف نقيم ما يجري الآن بين يعني التصعيد الذي يجري على الحدود ومحاولة التهدئة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين. الحقيقة أنا من أفشل مهمة هوكشتاين هو نتنياهو تحديدا. هوكشتاين جاء من أجل تحقيق إنجاز ما يصب في مصلحة الحملة الانتخابية للرئيس بايدن. هو أراد إنجازا يعني كان على الحدود اللبنانية أو على جبهة غزة، لكن واضح يعني الإسرائيلي حتى الآن ما زال يرفض يعني وقف الحرب في غزة. كل تصريحات قادة العدو الإسرائيلي يعني تشير إلى أنهم لا يريدون وقف هذه الحرب، وبالتالي هم فقط قد يوافقون على هدنة 6 أسابيع. وهذه طبعا لن تمر، هذه الخدعة لن تمر على حماس. يعني ما قيمة أن تتخلى حماس عن الأسرى ثم تعود إسرائيل إلى القتل والتدمير في غزة. إذن شعر بخيبة أمل. يعني أكثر من ذلك، يعني نتنياهو حمل هوكشتاين رسالة عتب ولوم للرئيس الأمريكي بأن الرئيس الأمريكي أخر شحنة الأسلحة والذخائر التي هي من قنابل تزن 2000 رطل GPU-57، وحمله أيضا يعني تهديدا إلى لبنان. دخل هوكشتاين إلى اللبنانيين هذه التهديدات، لكن الرد كان واضحا في لبنان أن لبنان لا يسعى إلى توسعة الحرب ولا يريد تصعيد الصراع. هذه جبهة مساندة لغزة ضمن ضوابط يعني منذ 8 أشهر وستبقى كذلك. وقال له رئيس مجلس النواب بشكل واضح، يعني إذا كنت تخشى من التصعيد اذهب واقنع أصدقائك في تل أبيب بعدم التصعيد. هذا هو الموقف الحقيقي. لكن يعني الحكومة الإسرائيلية أمام أفق مسدود، أمام شرخ في الداخل، خلافات مع الجيش، خلافات داخل الحكومة، يعني ضغط كبير من أهالي الأسرى، ضغط من المجتمع الدولي. وبالتالي هذه الحكومة ترى أن مصلحتها فقط في استمرار الحرب، في عدم إعلان وقف الحرب. وهذا يدفع إلى يعني الخوف، نعم، من أن تنقل إسرائيل حروبها من غزة إلى الضفة. نحن رأينا ما حصل بالأمس في الضفة،
وأيضا إلى جبهة لبنان. قد يذهب هذا العدو يعني إلى توسعة الحرب بأنه لا يرى أن يعني هناك أفق سوى بهذه الحرب. وكما ذكرت حضرتك في التقرير هناك 67% يعني يرون أن هناك قدرة لإسرائيل على الانتصار على حزب الله، كما يعني كان هناك أكثر من 80 أو 90% اعتقدوا أن هناك قدرة لإسرائيل على حسم الأمر وإعادة يعني الأسرى من حماس بالحرب. لكن كل ذلك تبين أنه خطأ وغير صحيح. أنا أعتقد أن نسبة كبيرة من الإسرائيليين ما زالت تعيش في عام 67 يوم كانت إسرائيل قادرة على إنجاز حروبها خلال أيام وقادرة على إخضاع العرب وإخافة العرب وإخافة محور المقاومة وكسر روح المقاومة. كل هذا انتفى اليوم، الوضع مختلف كليا. وإذا ذهبنا اليوم إلى ما كتبت الصحف الإسرائيلية، الصحف الإسرائيلية تتحدث بشكل كبير جدا عن أن جبهة لبنان هي المنطقة جبلية، وأن الفشل يعني في التصدي لمسيرات حزب الله يعود إلى هذه التضاريس الجبلية التي لا تسمح لقوات الدفاع الجوي بكشف المسيرات، وأن المسيرات قادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي وهي تتحرك يمينا ويسارا وقادرة على استهداف أهم الأهداف الإسرائيلية. بالأمس كتبوا أن يعني الهدهد حلق فوق أغلى وأثمن الأهداف الإسرائيلية. كل ذلك يؤكد ويشير بشكل واضح أن يعني ما يتحدث عنه البعض من قدرة إسرائيل على حسم الصراع وتوجيه ضربة قاسية إلى لبنان دون التعرض للضرر الكبير هو غير صحيح. الصحيح هو أن كما إسرائيل قادرة على إلحاق الضرر بلبنان، لبنان يعني المقاومة قادرة على إلحاق أضرار كبيرة جدا بإسرائيل. وأعتقد هذه هي رسالة الردع الذي شدد عليها يعني بالأمس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وأعتقد الرسالة وصلت إلى من يجب أن تصل إليهم، ويعني ربما يبقى بعض الحكمة لدى هؤلاء يعني المجانين في حكومة العدو بعدم توسعة الحرب مع لبنان. يعني إذن أود أن أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل وهذا التحليل. كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد أكرم سراوي الخبير العسكري والاستراتيجي. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده اعتمدت بياناً يدعم الشراكة الاستراتيجية مع فيتنام ويحدد توجهاتها الجديدة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفيتنامي تاو لام، قال بوتين أن موسكو ستواصل زيادة حجم التعاملات التجارية مع فيتنام، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على القيام بالتبادل التجاري بالعملات المحلية، كما اتفقا على التعاون خاصة في قطاع الطاقة. القطاع الأهم في تعاملنا هو الطاقة. خلال 250 مليون طن وبدءا من عام 2008 يتم تنفيذ مشاريع بين شرق روسيا والفيتنام، وقد وصل حجمه إلى 35 مليون طن من الإنتاج. إضافة إلى ذلك الشركات من روسيا مستعدة للعمل مع المستثمرين والموردين الفيتنام لاستخدام الغاز المسيل الطبيعي، ولدينا آفاق واعدة في التعاون مع الطاقة المتجددة بما في ذلك تجديد منظومة الطاقة في فيتنام وتنفيذ المشاريع الروسية الفيتنامية بتوليد الطاقة المائية. من جانبه ثمن رئيس فيتنام تاو لام الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلاده وروسيا. وخلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة هانوي، أكد الرئيس الفيتنامي أن بلاده تسعى لتقوية الروابط الإقليمية ودعم السلام والاستقرار العالمي. انتقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمراجعة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من قبل مجلس الأمن، واعتبرها خطوة غير مقبولة. وكان الرئيس الروسي أكد أنه سوف يسعى لإنهاء ولاية لجنة مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية خلال زيارته إلى بيونغ يانغ.
من جانبها انتقدت كوريا الجنوبية اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية والذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى بيونغ يانغ، وأكد سول أنها سترد بحزم على أي فعل ناجم عن الشراكة بين موسكو وبيونغ يانغ. نعرب عن أسفنا لتعهد روسيا وكوريا الشمالية باتفاقية شراكة استراتيجية شاملة وإعلانهما عن تعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية، وهو ما ينتهك بشكل مباشر قرار مجلس الأمن. ووفقا لتحليل وتقييم شاملين للنتيجة الإجمالية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية، سنرد بصرامة وحزم بالتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الحليفة على أي أعمال تهدد أمننا. والمزيد من التحليل ينضم إلينا من موسكو الدكتور رامي القليوبي الكاتب والباحث في الشأن الروسي والأكاديمي بكلية الاقتصاد بمعهد الاستشراق بموسكو. أهلا وسهلا بك دكتور. إذن يعني إذا أردنا أن نحلل هذه الزيارات لفلاديمير بوتين، محاولة فتح شراكات ربما وإحياء العلاقات بشكل أو بآخر، كيف من الممكن أن نفسرها في هذا الوقت؟ الواقع اللافت أن كل هذه الزيارات، سواء الزيارة إلى الصين أو إلى أوزبكستان أو الزيارة إلى كوريا الشمالية وفيتنام التي تمت أمس واليوم، هي تأتي في مستهل الولاية الخامسة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يعكس أن التوجه نحو آسيا سيكون هو التوجه المهيمن للسياسة الخارجية الروسية في الأعوام المقبلة. كذلك من المنتظر أن يشارك بوتين مطلع يوليو المقبل التعاون في يلتقي خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. فبالتالي الواضح أن روسيا قررت أن ترسم صورة واضحة أمام العالم أن آسيا هي الأولوية القصوى لها في هذه المرحلة، خاصة وأن آسيا على مر العصور كانت هي من التجارة إلى أن انتقل هذا المركز إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال آخر قرن الماضي. نعم. طب يعني مع هذه الأهمية، مع كل هذا التحليل، تخرج علينا أو لنا كوريا الجنوبية بتهديد، يعني هو لا يمكن تفسيره بأي شكل آخر عندما تقول بأنها سترد بقوة على أي ربما تفاهمات أو خطوات، يعني ما الذي تقصده كوريا الجنوبية وما الذي من الممكن أن يجري بعد ذلك؟ أعتقد أن كوريا الجنوبية تقصد البند الخاص بالدفاع المشترك الذي اتفق عليه بوتين وكيم جونغ أون أمس، خاصة وأن فعليا الكوريتين هما في حالة نزاع متجمد منذ عقود طويلة. بالتالي أعتقد المقصود أن كوريا الجنوبية سترد بحال دعمت روسيا أي هجوم من قبل كوريا الشمالية. نعم. يعني إذا هذا يعتمد على ما النتائج التي ستترتب ربما على هذا على هذه الاتفاقات واللقاءات. إذا يعني من جانب آخر دكتور رامي، يعني في هذا الوقت الذي ربما الحديث يدور حول يعني السيطرة مرة أخرى، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تسيطر على منطقة الشرق الأوسط، تحاول أن تهدئ ربما من ما قد يحدث فيها في ظل هذا الصراع الروسي أيضا مع يعني الذي دائما هو مفتوح ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل من الممكن أن نتحدث هنا عن يعني تحدي بشكل أو بآخر؟ لا شك أن هذا تحدي للهيمنة الأمريكية في منطقة آسيا، بينما تعزز الولايات المتحدة سيطرتها على أوروبا وكذلك دورها في الشرق الأوسط عبر دعم إسرائيل. لكن في الوقت نفسه أنا لا أعتقد أن هذه مواجهة مباشرة وحتى غير مباشرة. فكوريا الشمالية لم تكن يوما منطقة للنفوذ الأمريكي، هي دائما كانت منطقة للنفوذ الصيني أو السوفيتي. أقصد تعزيز هذه العلاقات. نعم، تعزيز هذه العلاقات.
تعزيز هذه العلاقات هو يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين بلدين بسيادة. صحيح أن كوريا الشمالية تخضع منذ عام 2006 لعقوبات دولية صدقت عليها روسيا نفسها على خلفية البرنامج النووي الصاروخي الكوري الشمالي، وبالتالي كانت روسيا ملتزمة بهذه العقوبات. لكن منذ أن فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على روسيا ووضع اليد على احتياطات روسية بقيمة تفوق 300 مليار دولار، لم يعد لدى روسيا ما تخسره في العلاقات مع الغرب، وهذا فعليا زاد من جرأتها في تعزيز التعاون مع الدول التي يراها الغرب معركة مثل إيران وكوريا الشمالية. نعم، يعني دكتور رامي، يعني من ضمن ما تم الاتفاق عليه هو أن يكون أو تكون التجارة بالعملة المحلية، وهذا له أثر كبير جدا. كيف من الممكن أن تشرح لنا هذا الأمر؟ دولية الدول والشركات لا تتسلم أموالا في حقائب، بل يتم تحويلها عبر ما يعرف بحسابات المراسلة. عندما كانت تعتمد روسيا على عملتين الدولار واليورو، فكانت كل الحسابات والمعاملات تمر حتما إما عبر الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. لكن الآن في الظروف الراهنة أصبحت هذه الإجراءات والمعاملات غير آمنة نظرا لخطورة فرض عقوبات ثانوية على من يتعامل مع روسيا أو وضع اليد على هذه الأموال. لذلك تتجه روسيا في العلاقة مع العديد من الدول الاعتماد على العملات الوطنية، أي إيداع العملة في حساب مراسلة طرف الدولة الجارية التعامل معها من دون إدخال طرف ثالث على هذه المعاملات. لكن في الوقت نفسه هذا ينطوي على بعض المخاطر، لأن عملات الدول الناشئة في أغلب الأحيان سعر صرفها غير مستقر ومتقلب على عكس الدولار واليورو، وهذا يزيد من صعوبة تخطيط أو إبرام عقود طويلة الأجل. لذلك لا تزال التجارة البينية بالعملات الوطنية بين الدول تقتصر حتى الآن على بعض العقود قصيرة الأجل. هل ترى دكتور بأنه كل هذا يعني ما تم الاتفاق عليه بما فيه وعلى رأسه ربما موضوع التبادل التجاري وموضوع العملات سوف ينعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف بطبيعة الحال؟ لا شك أن روسيا وفيتنام ستغنيان عوائد ذلك، لكن في الوقت نفسه يجب الإقرار بأن ما كانت فيتنام في التجارة الخارجية الروسية لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى ما كانت الصين أو الهند مثلا. فبالتالي صحيح هذا تقدم مهم وملموس في العلاقات، ولكن لا يمكن وصفه بأنه ثوري أو يحدث احتراقا في مستوى العلاقات. ما التالي؟ يعني فلاديمير بوتين الرئيس الروسي يحاول أن يقوم بهذه الزيارات، يعزز العلاقات الاستراتيجية السياسية التجارية أيضا، ما الخطوات التالية التي من الممكن أن يذهب باتجاهها ربما في سياق تعزيز مكانته؟ أعتقد أن الكريملين سيواصل الدفع بالعلاقات مع دول من خارج الكتلة الغربية، وكما ذكرت سيتوجه بوتين مطلع يوليو المقبل إلى كازاخستان. كذلك قد ننتظر في المرحلة المقبلة ربما جولة عربية أو جولة أفريقية أو حتى أمريكا اللاتينية، أي كافة الدول التي لم تنضم إلى العقوبات الغربية بحق روسيا. وإجمالي سكان هذه الدول يعادل نحو 85% من سكان الكوكب باستثناء المليار الذهبي الذي يتركز في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبذلك ترى روسيا أن أغلبية العالم معها علنا أو ضمنيا. نعم، هل نتوقع رد أمريكي، رد فعل أمريكي على الأصح على كل هذه الخطوات التي يحاول أن يتخذها بوتين، بالعودة إلى ما كنا نتحدث به قبل قليل حول موضوع الصراع الدولي على الهيمنة؟ لا شك أن الولايات المتحدة ستندد بتقارب أي دولة مع روسيا، وقد تهدد بالعقوبات الثانوية، وربما حتى تفرض بعض العقوبات على أن يتعاملوا مع روسيا ويساعدوها في الالتفاف على العقوبات. ولكن
في المجمل الولايات المتحدة غير قادرة على شطب دولة كبرى مثل روسيا من الخريطة الاقتصادية العالمية، مثل ما عملت سابقا على شطب كوريا الشمالية وإيران وسوريا وليبيا العقيد معمر القذافي وعراق صدام حسين، لأن روسيا لا تزال إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية من الدول الأكثر إنتاجا للنفط، ومثل هذه الدولة المنتجة للنفط والغاز لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة. نعم، أود أن أشكرك جزيلا، كنت معنا من موسكو الدكتور رامي القليوبي الكاتب والباحث في الشأن الروسي والأكاديمي بكلية الاقتصاد بمعهد الاستشراق بموسكو. إذن مشاهدينا الكرام، ختام هذه الساعة من تغطيتنا، ننتقل معكم على رأس الساعة التالية بنشرة أخبار مفصلة، تابعونا.